أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وأنتم من تقولون إني أنا. أه البرنامج اللي بيدور حوالين أسئلة الرب يسوع ليه المجد على الأرض اللي قلنا تقريبا 200 سؤال. النهارده احنا في الحلقة الثالثة من السؤال الوحيد اللي سأله رب المجد لمريض بركة بيت حزة. والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه هي البركة دي وموجودة في بيت حزدة وبيت حزدة دي تقع شمال شرق الهيكل وكل المعلومات دي الحلقة الأولى كانت حوالين سؤال الرب نفسه أتريد أن تبرأ وقلنا قد إيه سؤال غريب لواحد مريض من 38 سنة وقلنا وفي الحلقة اللي فاتت الثانية اتكلمنا عن رد المريض وقلنا رد المريض يعني يجعلنا نتفهم سؤال الرب أكتر النهارده بقى هناخد ملاحظات ما بعد المعجزه، ايه اللي حصل بعد ما الرب شفى هذا المريض اللي بيأكد لنا الراجل ده كان عايز يشفى ولا اصلا يعني يعني النهارده الحلقه بتأكد ليا ان سؤال الرب كان في محله تماما، اتريد ان تبرأ؟ ايه تصرفات المريض بعد الشفاء؟ اول حاجه جم اليهود بيتهموه لانه يحمل سريره يوم السبت ولانه شفي يوم السبت. فلكي يبرئ نفسه من تهمة كسر السبت قال اليهود الذي أبرأني هو المسؤول يعني ما كانش يعني عشان يخرج نفسه من المشكلة شاور على المسيح وقال أنا ماليش ذنب أنا هو اللي سألني وهو اللي عمل لي فهو المسؤول يشوفوا بقى المسؤول المشكلة بقى مش في دي المشكلة بعد كده لما رأى هو يسوع ثانية أخبر اليهود بمكانه يعني جاب اليهود تاني بقى لما في الاول ما المسيح ما كانش موجود الناس بيتهموه المسيح اختفى لما شاف المسيح جاب اليهود وقال لهم هو ده هو ده الراجل اللي شافاني هو ده الراجل اللي كسر السبت وبسبب شهادة الراجل ده بسبب شهادة الراجل ده طردوا المسيح من الهيكل طردوه وبسبب شهادة الراجل ده مرة تانية حاولوا يقتلوه او قرروا يقتلوه بعد كده تيجي تسالني ليه المسيح قال له اتريد ان تبرأ يعني اولا تخل يعني قال انا مش متحمل المسؤوليه المسؤوليه على اللي شفاني. تاني مره لما شاف المسيح فين راح جابهم وقال لهم اهو هو ده المسؤول هو ده اللي خلاني ابرأ او اشفى يعني هو ده اللي خلاني ارجع اسيب المكان اللي بقى لي 38 سنه قاعد فيه وكلكم عارفيني واصحابي ثالث ثالث حاجه عملها خل بسبب الشهاده بتاعته ان هو السبب طردوه وبسبب شهادته بعد كده فوق يعني في مرحله تانية كانوا عايزين يقتلوه طب الكلام ده نقراه ازاي في عدد 13 اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لان يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع يعني زحمة بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه وجاءوا به يعني جه باليهود ليه لهذا شوف الكتاب يقول إيه في الآية اللي يعني بعدها لهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت في يوم سبت. فبسبب كل ده الراجل اللي بنقول وكنا واقفين في صفه وبنقول ازاي الرب يسوع يسأل السؤال اللي يبدو انه مش في محله طلع في محله تماما. ايه اسباب غضب اليهود؟ من الرب يسوع؟ خمس اربع اشياء يبقى الراجل الاول اللي اتكلمنا عنه في الاول عمل اربع حاجات برأ نفسه جاب الناس لل... واخبارهم فين المسيح وبسببه طردوه بسببه بيحاولوا يقتلوه. هنا بقى اسباب غضبهم اربع حاجات، اول حاجه انه شفى شف انسان في يوم السبت. قواعد السبت صارمه عند اليهود. اهم من اهم وصيه عند اليهود هي السبت. لانها الوصيه الطقسيه الوحيده. يعني لا تصرخ لا تزني مش عارف لا تشتهي آه يعني ما فيهاش الوحيده الطقسية والانها طقسيه عملوا الوصيه دي 69 وصيه صغيره للتطبيق ممنوع حمل اي شيء مثلا يتعدى مش عارف كام جرام ممنوع حد يمشي في يوم السبت اكتر من 900 متر اللي هي آه يعني مسي... يعني اه 900 متر مش اكتر يعني اقل من كيلو ما يتعداش الكيلو ومسمينها مسيره سبت غير مسيره اليوم، مسيره اليوم توصل ل 20 و25 كيلو، لا مسيره السبت 900 الى كيلو بالكثير. اللي هي غالبا من جبل الزيتون الى الهيكل، يعني الى اورشليم فقط. ده اللي تقدر تعمله، فانت يوم السبت المفروض تقعد للعباده وللراحه. الوصيه دي عشان حاجتين، راحتك وعبادتك للرب. ودي لازم تمارسهم، ما ينفعش راحتك بس، وما ينفعش عبادتك بس، طيب. فهم عملوا من ضمن الوصايا ان ممنوع تشفي حد، يعني لو انت طبيب ممنوع تشفي حد غير معرض للموت يعني ممكن تاجل الشفاء ده لتاني يوم مش معنى يوم السبت استنى اليوم ده وبعدين الراجل ده بقى له 38 سنه حبكت يوم السبت فهم بالنسبه لهم كسر السبت انك تشفي حد كسر السبت اكتر بقى انه حمل سريره يعني هي طبعا يعني زي مرتبه لكن في النهايه اكبر بكتير من المسموح بحمل يوم السبت طب ايه اللي ممكن يحمل كان في يوم السبت انك آه آه يعني قد كف كده من العنب من التين كف مش اكتر من كده ده اللي تقدر تشيله عشان يعني تغيث بيه حد جعان او كف كده مش اكتر لكن ما تقدرش تاخد شوال ما تقدرش ما تقدرش تاخد قربه ميه ده ممنوع كل الاشياء دي تالت حاجه بقى يبقى هو شفى خلى الشخص قال له احمل هو قال له احمل سيرك وامشي ثم في عدد 18 ادعى انه الله ابوه الله هو ابوه واستنتجوا من حديثه انه بيعادل نفسه بالله، دي رابع حاجه. فعشان كده يقول الكتاب بقى فمن اجل هذا من اجل ان هو قال ان الله ابوه من اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان, أن يقتلوه، يعني اكثر من انه كسر السبت كمان لانه لم ينقض ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. دي أسباب غضب اليهود المهم بقى كل الكلام ده مقدمة إيه الأهم؟ كيف رد الرب يسوع على هذه الاتهامات على اليهود تخيل شخص واحد وحيد مش حد جنبه تاني هو لوحده بيواجه قادة اليهود بكل الـ 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 الصلف بتاعهم يعني بكل الكبرياء بتاعهم بكل القوة اللي فيهم في المكان بتاعهم اللي هو الهيكل كيف يقف المسيح وحده قصاد كل هذه الجموع من القاده اللي تحالفوا ضده؟ وعايزين يقتلوه. المسيح ادى 12 حجه ضدهم يعني ضد الاتهامات دي 12 حجه هذكر بعضها اول حاجه ان الاب هو مصدر اعماله مش هو، الاب هو مصدر اعماله تاني حاجه ان الاب يشهد له ان الكتب تشهد له ان اعماله الخير دي تشهد له ان موسى اللي هو اعظم نبي عندهم يشهد له ان المعمدان شهد له جاب كل الخمس شهود دول الاب الكتب الاعمال موسى والمعمدان كلهم في الفقره دي خمس شهود في صالحه بالاضافه انه الاباء الاعمال بيعملها دي مصدرها الاب ثم ان الاب يحب الابن والاهم بقى الابن لا يعمل الا مشيئه الاب كمان الابن له الدينونه الله اعطى الابن الدينونه مش للاب الذي سيدين هو الابن مش الاب يشوف يقول ايه لان الاب في عدد 22 لان الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن اللي انتوا واقفين قصاده دلوقتي وعايزين تدينوه وعايزين تحكموا عليه وعايزين تقتلوه الابن له حياة في ذاته زي الاب حياة في ذاته يعني ازلي له حياة في ذاته مش مخلوق هو مش مخلوق هو في حياة من ذاته هو ازلي من يؤمن بالابن له حياة ابدية دي دعوة ليهم هم دي دعوة لينا احنا دعوة لكل حد بي لسه موقفه مش واضح حتى لو هو من الناس المتدينين او زي قادة اليهود دول اللي عارفين الكتب لازم بقى عندنا موقف واضح عشان كده لو ان الاب يشهد والابن واعمال الابن تشهد ولو لو الكتب المقدسه اللي هي موسى بيشهد ولو يوحنا المعمدان بيشهد لو كل دول بيشهدوا اين شهادتي انا وانت بقى هل تشهد يعني انت في انهي صف هل انا وانت فعلا بنشهد والمسيح يقول ان يوسف وفلان وفلان دول بيشهدوا كمان زي ما هؤلاء بيشهدوا احنا بنشهد في العالم ان احنا فيه ولا لا ده سؤال فعلا وهل تؤمن فعلا ان المسيح هو الله ولا لا دول كانوا مستكترين كانوا مستصعبين كانوا رافضين فكرة انه يعادل نفسه بالله عشان كده كانوا عايزين يقتلوه انت بالنسبة لك موقفك ايه من المسيح كيف ترى المسيح هل مجرد نبي ولا اعظم من كده بكتير شهادتك هتظهر في حياتك مش بس في كلامك شهادتك هتظهر لما انت تقف في موقف السؤال عن من هو يسوع بالنسبة ليك وانك انت اللي بتبادر اخواتك واصدقائك وجيرانك واخاربك كلهم وتشهد ليهم في كل وقت من هو يسوع بالنسبة ليك اخر حاجة بقوله يا رب ادينا القوة بقى والجراءة والحجة اللي عندك لما نواجه المنتقدين والمعارضين والمقاومين ليك هنا على الارض. النهارده كتير ضد المسيح وكتير ضد المسيحيه. واحنا اوقات بنبقى يعني مفلسين واوقات بنبقى فقراء قوي في الحجج بتاعتنا. ازاي عندك 12 حجه؟ ده في موقف واحد، انت لو مشيت ورا حجج المسيح لن تنتهي، ده في موقف واحد. المسيح ما رصش كل الحجج، ده اختار 12 من حجج لا نهايه لها. يا رب علمنا كيف نواجه وكيف نكون عندنا الجراءة والشجاعة مهما كانت قوة الناس اللي قصادنا مهما كان عدد الناس اللي قصادنا لأن احنا معانا الحق ونشوف بعض الحلقة اللي جاية